ازيكم يا جماعه؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. وفي الفيديو بتاع النهارده هيكون على لعبه مارفل فيوتشر ريفولوشن. وقبل ما نبدا الفيديو اتمنى ان عملنا بلايك واشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات، ويلا نبدا في الفيديو بتاع النهارده. قبل ما نبدا كده في الفيديو بتاع النهارده، فالفيديو بتاع النهارده هيكون عن مشاكل، بس في مشاكل كده في الاول بتواجهك، زي مثلا اللعبه بتهنج وتخرج لوحدها، نص الشاشة يشتغل ونص تاني لا. فدي مشاكل في اللعبة اساسا لسه هتتحل مع ابديت لسه ما ينزل، بقى الباتشات اللي هتنزل الجديدة حاول تنزلها بأول والحاجات دي. لو اللعبة عندك مثلا فيها مشاكل في النت، اللعبة مش بتنزل الملفات بتاعتها، فانت الحل بتاعها انك هتروح تراستر الراوتر علشان اللعبة تشتغل معاك، او لو رسترت الراوتر واللعبه ما اشتغلتش معاك، فانت ممكن لو هي فتحت لك الواجهه دي فانت ممكن تدوس على العلامه دي وتعمل داونلود للباتشات تاني، هيمسح لك القديم وينزل لك الجديد. وطبعا مواصفات اللعبه بتكون 3 جيجا في الرامات واندرويد 7 وفوق، يعني اقل حاجه 3 جيجا في الرامات واندرويد 7. والنواه بتاعتك لازم أن تكون 64 بت، ما تكونش 32 بس. وهندخل كده عن اللعبة، مودات كده في اللعبة بتكون مهمة يعني. فعندك المهمات اللي هقولها دي، قصدي المودات اللي هقولها دي، فدي مودات مهمة جدا عشان تقدر تطور الشخصية بتاعتك بسرعة. فانت لو دخلت على العلامة دي ودخلت على بليت، فانت عندك هنا الوحوش دي بتديك جوائز، وعندك اهم جائزة اللي هي الجائزة دي تقريبا هي دي، لان بيديك احجار مش عارف الصراحة هي دي ولا دي، بس اهم حاجة تخلص البليتز ده. هدخل احاربه وارجع لكم بالجوائز اللي هتكون موجودة ان شاء الله. ودي طبعا الجوائز اللي انا اخدتها، هي جوائز ضعيفة في الاول بس، بس في جوائز بتيجي اكتر من، بتبقى اقوى من كده. زي مثلا انت جالك البتاعة دي 6 نجوم، فده بيكون كويس قوي لو انت بتبدأ بشخصية جديد. فحاول تلعب في المود ده، بيتفتح لك وانت ليفل 20، فحاول تلعب في المود ده هيفيدك ويخلي الشخصية بتاعتك تكون اقوى. وطبعا بيديك الاكس بي بتاعت السكواد رانك، فده مهم جدا عشان في مهمة بعد كده هيطلب منك انك ترفع السكواد رانك، وان شاء الله وعشان ترفع السكواد رانك ده فانت محتاج تحط شخصيات تانية وتلعب بيها وترفعها تقريبا لليفل 20 عشان تقدر ترفع السكواد رانك بتاعك لأعلى حاجة انت عايز توصل لها. وده برضو مود مهم جدا وحاول تلعبه. ف هندخل ونشوف المود التاني اللي بعديه. اي بوس من الموجودين دول لو لعبتهم في كل بوس، طبعا كل ما بيزيد البوس الليفل البوس اللي قدامك، يعني مثلا ده ليفل 30 فهتلاقي بيدي جوائز اكتر، كل ما يزيد كل ما تغير يعني البوس تاني فبتلاقي الجوائز اكتر واكتر. وفي حاجة تانية برضو هنا برضو اللي هي موست وانتد دي، فدي هنا بتديك حاجات للسكواد رانك، حاول تخلص التلاتة بيديك 300 تقريبا كل يوم. فانا مش عارف هل بتقدر تلعب اكتر من مرة ولا لا، بتحاول تخلص المهمات دي. وطبعا كينج بين هو الزعيم فانت تحاول تخلصه لان الريورد بتاعته يكون كروت. لو رانك اول بتاخد 5 رانك وهكذا، بس حاول تدخل في بارتي عشان تقدر تاخد جوائز اكتر. والريورد بتاع ده برضو كروت وده برضو كروت، حاول تخلص. والترون برضو نفس حكاية كينج بين، يعني الترون زي كينج بين، كينج بين بالظبط، بيدي جوائز بالاتنين، بيدي جوائز زي بعض، بس انت وانت بتلعب حاول تدخل في بارتي. في حاجات هنا مش مفتوحة طبعا، فحاول على الايميل التاني اللي هو كان من ايام البيتا، واقول لكم على الحاجات المودات برضو وتكملتها. وبرضو المهمات اليومية دي حاولوا تخلصوها لان مهمة جدا، هتاخد منها شوية جولد حلوين محترمين يعني. واخدنا لنا لبسة للشخصية، هنشوف كده يا رب يطلع لبسة حلوة. مش حلو، قديمة تقريبا. وبرضو الجوائز اللي انا حاولت اسجل كل يوم عشان تاخد ال 500 كريستال اللي في الاخر دي،
ولبسة 4 نجوم، وبرضو المهمات دي حاول تخلصها، بتديك كريستالات كتيرة برضو حاول تخلصها. انا مش فاضل للمهمة دي بتاعت مودك لحد لما اوصل ليفل 30، فاقدر اخلص المهمة دي وادخل على المهمات اللي بعد كده. وهنا بترفع الليفل بتاع السكواد رانك تقريبا، بتاع الهيرو بتاعك اللي هو البطل بتاعك على حسب ما انت بتلعب بيه. وهنا لما ترفع الليفل بتاع السكواد رانك بتاعك، كل ما ترفع الليفل كل ما تاخد جوائز اكتر. وهنا لما تكسب الزعماء اللي قدامك اللي هي الزعماء دول، بس دي لسه مضافة جديدة فده كويس جدا. يعني لو خلصت مودك 3 مرات هتاخد الجائزة دي الترون، وهكذا لحد اخر بوس اللي هو هالك. وهنا لما تطور اللبس اللي معاك فبتاخد لبس، ولما تخلص ولما تعمل لبسة 5 نجوم فكده هتاخد لك لبسة 4 نجوم، حاولوا تخلصوها برضو. وهنا برضو البتاع دي مهمة جدا وحاولوا تخلصوها، يعني فهتكون مهمة جدا ليكم. هي حاجات سهلة يعني مش صعبة، حاولوا تخلصوها. هنا بقول لك اعمل تقريبا 3 مهمات من الالاينس اللي هو التحالف بتاعك. وهنا بقول لك اكسب الاعداء اللي قدامك، فكلها مهمات سهلة وبرضه حاولوا تخلصوا دي، هي تقريبا بتقعد 60 دقيقة وتخلص المهمات بتاعتها. وهنا التسجيل الشهري هتاخد لك منه 500 كريستال ولبس 4 ولبسة 5، وده مهم جدا. هو 28 يوم خلصوا برضو المهمات دي. وفي حاجة تانية، كان في واحد طالب مني ان ازاي بيروح للمهمات والكلام ده، لو شفت العلامة دي فده لو دست عليها هيودينا على المهمة على طول، يعني لو دست اوكي فهيودينا على المهمة على طول. او لو مش عارف مثلا لو انت في خريطة تانية او هكذا ودست على المهمة دي برضو هيوديك للمكان بتاع المهمة اللي هتعملها على طول. وأصح لو عايزين مثلا ننزل عن ازاي تكسب فيجن بسهولة فعادي ممكن تقولي تحت في الكومنتات وانزل لك ازاي تخلصوه. وبرضو المود المكان ده مهم جدا عشان تقدر تطور اللبس بتاعك فيه. انا قدرت اطور اللبس بتاعي لحد 4 نجوم وده كويس قوي، يعني الاول كان صعب عشان تطور مثلا اللبسة فدلوقتي بقى سهل انك تطور اللبس فيه. يعني انا مثلا ممكن اطور اي حاجة، مثلا ممكن اطور دي. يعني حاول تخلصوا اللبس اللي معاك في المخزن بدل ما يكون مليان على الفاضي، بدل ما يكون مليان معاك على الفاضي. وطبعا بيجيب لك اشكال جديدة من اللبس وهكذا. وهوريكو برضو لما افتح الايميل الكبير وهوريكو المودات، برضو تكملة المودات المهمة في اللعبة. هروح اختار بطل، راح ارجع للسيرفر بتاعي اللي هو بتاع الاوميجا فليت وارجع لكم. طبعا هدخل بدكتور سترينج عشان هو اعلى ليفل عندي، كان ليفل كنت موصله ليفل 60 ساعة ما كنت بلعب، وقعدت فترة ما افتحش اللعبة وكنت مستنيها تنزل بس على العالمية. وفي صح بتاعت بعتت لكل اللاعبين، يعني اللي هي دي من هنا تدخل لبسة من المطر وانت وحظك. طبعا ممكن لو حظك حلو تطلع لك لبسة 5 او 6، وتقريبا في 6 فانت وحظك. فانا اوريك ازاي برضو تستخدموا البتاعة دي، بس هلم الجوائز دي بس وهوريكوا ازاي تستخدموها. وهنا اخدنا مش عارف هي الحاجات دي وصلت في الايميل الصغير ولا لا، فيا رب تكون وصلت. يعني هنا لبسة 2 نجوم، وهنا لبسة كاملة من، وطبعا معايا يعني اللبسة اللي هي جاتلي دي اصلا معايا، ودي مش هو مش كاتب لك ازاي تستخدمها والكلام ده، فهوريك ازاي تستخدمها. صح، في الاوميجا بس ده برضو مهم جدا خلصوه، يعني حاولوا تخلصوه. يعني المهمات اصلا كلها سهلة مش صعبة، والجواز فيه يعني مش احسن حاجة بس كويسة، يعني هتفيدك لو انت لسه مبتدئ في شوية الجولد اللي فيها وكده، وكارت 4 نجوم. فعشان تستخدم البتاع اللي هي جاتلك دي تدخل على اللي هي
بتاعت الأزياء دي. و طبعا أول ما يفتح لك هيفتح لك على الواجهة دي عادي طبيعي مفيش أي مشكلة، بس أنت هتدوس على السهم ده هترجع خطوة لورا وتستخدم التذكرة اللي جات لك دي، وتقريبا بيطلع حاجة حلوة يعني، المفروض ان هو بيطلع لبس حلو لان في فرصة زيادة ان يطلع لك لبس حلو. فسيبه ونخطر حاجة دي، ويطلع لنا بوت 4 نجوم، وده كويس قوي هيخلي الشخصية برضو بتاعتك كويسة. ولو جينا هنا برضو فعندك السبيشال اوبريت ده كده، هنا برضو حاول تخلصه هيديك لبس 3 من نجمة ل3 نجوم، وده كويس برضو. حاول تخلصه المود ده كويس قوي، وهيديك 50,000 جولد كل يوم، و300 من الاكس بي بتاعت السكوادر، وليك مرة واحدة بس في اليوم. هو تقريبا سهل، هو المدة سهل طبعا مش صعب يعني، متوسط لو الشخصية بتاعتك كويسة وبتستحمل الضرب اللي هيجيلها، فادخل المدة وهيتخلص معاك بسرعة. وهنا الباتل تشالنج انا دخلت تقريبا المدة بتاع، لا المدة كويس برضو بيديك شوية جوايز حلوين. لما تفتح المدة حاولوا برضو تلعبوه، بيديك رسالات وكل الجوايز اللي فيه كويسة يعني، بيدي جولد كتير، وبيديك التذكرة دي اللي مش عارف بتاعت ايه اصلا. بتستخدمها تقريبا في الشوب في المكان اللفة مجاني برضو، مهم جدا حاولوا تخلصوه. وعندك الارينا، في عندك الاوميجا وور والدايميشن دايميشنال دول تقريبا الاسم كده. عندك الاوميجا وور ده بيبدأ كل فترة وفترة يعني، مش مستمر على طول، بس ليك في اليوم مرتين تدخله. هو بيدي شوية جوايز حلوين تقريبا، انا مش فاكر الجوايز ايه هي بالظبط، بس انت بتاخد النقاط دي وبتدخل على الشوب وبتبدلها بحاجات من الشوب او المتجر، زي مثلا عندك من 3 ل5 كروت او ليفل 100 اوميجا وور مش عارف بتاعت ايه، بس تقريبا بتدي جوايز كويسة يعني. حاول برضو تشتري الحاجة، انت ممكن افضل حاجة تشتريها الكروت او الاوميجا وور بتاعت الليفل 100 دي. والدارك زون ده لسه مفتحتهاش، فتقريبا مهم برضو المدة يعني، هو اهم حاجة اللي هو بتاع بليدز اللي هو اول في الاول ده، حاولوا تلعبوا كل المرات بتاعتكم اللي فيها شوية جوايز كويسين من المود ده. فهي دي كل المودات اللي موجودة، وكان في برضه حل المشاكل في الأول، لو انت برضه حليت المشاكل اللي كانت بتواجه بعضكم في الأول، هي كلها مشاكل أساسا. لو مشكلة التهنيج فده بيكون من اللعبة نفسها لأن هي لسه نازلة جديد، أو بيكون من التليفون بتاعك إن التليفون بتاعك ضعيف نسبيا فاللعبة بتهنج عليه. لو عندك دروب في الفريمات في أي حاجة من الحاجات دي فاللعبة برضه لسه منزلتش أبديت عشان تحل المشاكل دي كلها. وبس، وده كان فيديو النهاردة، واتمنى لو انت استفدت بأي معلومة فياريت تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتحط لايك للفيديو ده، ولو عايزين ننزل عن اللعبة دي تاني وفيديوهات فاتمنى تكتبولي عايزين ننزل ايه، عن عايزين ننزل ايه الفيديو الجاي عن اللعبة دي، وممكن ننزل عن ازاي تكسب فيجن اللي هو في الليفل 28 او 29 تقريبا، وانا فاضل اصلا هدخل على الليفل ده، فلو عايزين ننزل ازاي تخلصه بسهولة فهنزل لكم الحلقة بتاعته الفيديو بتاعه بكرة ان شاء الله. وبس، وده كان فيديو النهاردة، واتمنى يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.